أهلا بكم من جديد. فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية مناقصة لشركة تطوير البترول لتوفير الخدمات الهندسية العامة للمشاريع الكبيرة، وتنافس على المناقصة أربع شركات، وتقدم بأقل العطاءات شركة تيبودين ميدل إيست LTD بعطاء بلغت قيمته 2.875 مليون دينار، ويتطلب من المقاول ضمان توافر الموارد المناسبة طوال فترة العقد في المكاتب الإقليمية والدولية للمقاول لتقديم الدعم الهندسي التصميمي لبرنامج التطوير، كما يجب عليه أداء الخدمة وفقا للمواصفات والرموز والمعايير وفقا لجميع مواصفات الشركة. ومن جهة أخرى، فتح المجلس مناقصة لمجلس النواب للتأمين الصحي لكل من النواب وموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب وعائلاتهم، وتقدم للمناقصة خمس شركات تأمين، وتقدمت بأقل العطاءات شركة تآزر للتأمين بعطاء بلغت قيمته 591.994 ألف دينار. بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والمدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 53,382,005 أسهم ووحدة، وقد بلغت إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة قدرها 11,225,646 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 462 صفقة. تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 29 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 10 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما على مستوى الشركات فقد جاء بنك البحرين والكويت في المركز الأول، من حيث وجاء في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. أعلنت هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية تداول ومكتب الدين العام عن مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك والسندات، وبناء على هذه التحسينات التي تأتي امتدادا للجهود المشتركة في تطوير السوق المالية، ستعاد هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، إذ ستتضمن الهيكلة الجديدة تغييرات في المقابل المالي المتعلق بالخدمات المقدمة لمصدري الصكوك والسندات وأعضاء السوق والمستثمرين. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل تقرير حول شجرة بوتن وود التي كانت مقرا لتداول المستثمرين. وول ستريت اليوم أقوى مركز مالي في العالم. انهارت محادثات الاندماج بين دويتشا بنك وكوميرتس بنك أكبر بنكين في ألمانيا، وبحسب بلومبرغ عن بيان البنكين فإن محاولة اندماجهما ستكون صعبة التنفيذ للغاية، مشيرين إلى أن هناك تكاليف إعادة الهيكلة ومتطلبات رأس المال الإضافية التي ستقف حائلا أمام هذا الاندماج. وأوضحت بلومبرغ أن الفشل في الاتفاق يجبر دويتشا بنك الذي كان يوما ما المؤسسة المالية المهيمنة في أوروبا على البحث عن خطة جديدة لتهدئة مخاوف المستثمرين حول الكيفية التي سيعزز بها النمو وينعش عوائد المساهمين. أما بالنسبة لكوميرتس بنك الذي تمتلك الحكومة الفيدرالية الألمانية 15% من أسهمه، فقد يخضع لعملية استحواذ من منافس أجنبي، حيث أبدت عدة بنوك بينها مجموعة ING المصرفية الهولندية ويوني كريديتو الإيطالي رغبته في الاستحواذ على البنك.
تراجع العجز في الميزانية البريطانية إلى أدنى مستوياته منذ 17 عاما وفق أرقام السنة المالية 2018-2019، وذلك بحسب ما أعلن بنك الإحصاء الوطني البريطاني الرسمي. وأعلن البنك أن استنادة بريطانيا ما بين أبريل 2018 ومارس 2019 اقتصرت على 24.7 مليار جنيه استرليني، وبالتالي فقد تراجع العجز في الميزانية إلى 1.2% من إجمالي الناتج المحلي، وهي أدنى نسبة له منذ السنة المالية 2002-2001. أعطت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الضوء الأخضر لشركة هواوي الصينية للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس 5G، متجاهلة التحذيرات الأمنية من وزراء كبار واشنطن بحسب ما أودت صحيفة ديلي تيليغراف. وقالت الصحيفة أن مجلس الأمن القومي الذي ترأسه مي وافق على السماح لعملاق التكنولوجيا الصينية بالمشاركة المحدودة في بناء البنية التحتية غير الأساسية مثل الهوائيات، وتم اتخاذ هذا القرار رغم المخاوف والحملة الأمريكية على هواوي بدعوى أن معداتها قد تكون مستخدمة للتجسس. إلى ذلك، أصدر مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية تقرير بيئة الاستثمار في الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن أكثر من 70% من الشركات الصينية تعتبر الاتحاد الأوروبي الوجهة الاستثمارية الأولى لهم. وحسب شبكة أخبار جوان تشات الصينية، فإنه مع استقرار العلاقات الصينية الأوروبية ازدادت رغبة الشركات الصينية في الاستثمار في الاتحاد الأوروبي، حيث أظهر استطلاع رأي تضمنه التقرير أن ما يصل إلى 78.63% من المستطلعين قد صنفوا الاتحاد الأوروبي كوجهة استثمارية أولى. وقال بيان مشترك لاجتماع قادة الصين والاتحاد الأوروبي أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى معاهدة استثمار ثنائية متقدمة في العام المقبل. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. شجرة بوتن وود هي تلك الشجرة الكبيرة التي كان يلصق عليها التجار سنداتهم ويجرون مبيعاتهم تحت ظلها. وول ستريت اليوم الذي يعتبر أقوى مركز مالي في العالم. التفاصيل في سياق تقرير مراسلتنا من نيويورك نادين الحريري. هو مركز عالمي اقتصادي ومالي ومقصد للزوار والسياح، ولكن نشأته الصغيرة كانت تحت ظل شجرة عصف بها التاريخ ليشكل منها محركاً للعالم الاقتصادي الجديد وهو وول ستريت. لم يبقى من معالم وول ستريت القديمة سوى بناء سان بول شابول. أما تلك الشجرة التي كانت تدعى شجرة بوتن وود والتي كان يلصق التجار عليها سنداتهم ويجرون مبيعاتهم في ظلها، فقد استبدلت بشجرة متواضعة تبزح بين أساطيل الأبراج والعمران الباذخ. أما تسمية وول ستريت أي شارع الحائط فتعود للحائط الذي أمر ببنائه الحاكم بيتر ستيفنست في القرن 17 لحماية المنطقة التي كان يقطنها المستوطنون الهولنديون خوفا من هجوم محتمل من قبل المستعمرين الإنجليز. وامتد الحائط من جهة نهر هدسون إلى جهة النهر الشرقي. إن بورصة نيويورك أكبر وأقوى مركز مالي في العالم. هذا المبنى تم بناؤه عام 1903، وقبل ذلك كان يتم التداول هنا بالخارج في شارع وول ستريت، وكانت هناك شجرة يلتف حولها تجار. من هنا يتداول أكثر من 4500 شركة عامة يوميا، ويعمل هنا أفضل الخبرات في عالم الاقتصاد والبورصة. وفي الحقيقة ما يحدث داخل هذا المبنى يؤثر على اقتصاد العالم بأكمله.
بداية نشأة البنوك الأمريكية في وول ستريت ترافقت مع حركة التجار والوسطاء الماليين الفرديين الذين كانوا يعملون خارج القوانين الأمنية التي وضعتها البنوك، ولكن في عام 1817 شكلوا سوياً ما سمي ببورصة نيويورك للأوراق المالية واتخذوا لها مقراً مؤجراً استقر بعد تنقلات عدة في بنائه الحالي. ومن أبرز المعالم الحديثة التي نراها في وول ستريت هو هذا الثور النحاسي الذي يرمز إلى القوة والسلطة التي يملكها الأمريكيون متحدين الأزمات والكسادات عبر القرون منذ نشأته البسيطة تحت شجرة بوينوود. نادين الحريري، تلفزيون مملكة البحرين، نيويورك.